السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كاستر. ولمتابعة عملة اللونا، الآن إن شاء الله وفي هذه الحلقة سوف نكتشف لكم ما هو وضع عملة لونا، وهل سيكون فيها صعود أو سوف تستمر في النزول الكبير لعملة اللونا، حيث بدأت من 100 أكثر من 100 دولار إلى أزيد من 0.4 أصفار. طيب، قبل مشاهدة هذه الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد، فهناك توصيات وحلقات قادمة إن شاء الله. كذلك أريد أن أبارك للأشخاص الذين دخلوا في عملة الهايب، قمت بعمل هذه الحلقة كما تشاهدون الآن. شرحت هذه العملة عندما كانت في 0.011 وارتفعت إلى أزيد من 0.022 في عملة تضاربية، فمبروك للأشخاص الذين دخلوها معنا. وإن شاء الله يعني كل يوم سوف تكتشفون حلقة مفيدة وجيدة جدا، سواء على توصيات عملات رقمية، سواء على أخبار، سواء على كل ما يتعلق بالعملات الرقمية والأسهم. طيب، لكي لا أطل عليكم نمر إلى ذكر بعض الأمور المهمة في عملة اللونا. ما هو الوضع الخاص بها؟ ما هي أهدافها؟ هل سوف ترتفع أو سوف تستمر في النزول كما ذكرت لكم أعزائي الكرام؟ طيب، هذا هو الشرط الخاص بعملة اللونا. لدينا سعر مهم جدا نتمنى أن لا يكسره أو لا تكسره عملة اللونا، وهو في السعر، سأوضحه هنا باللون الأحمر أعزائي الكرام، هو في السعر 0.013. أكيد إذا نزل هذا السعر ستنزل العملة إلى أسفل 0.00011، وهذا ممكن أن يزيدنا إلى هبوط إلى 0.493. السيناريو الجيد في عملة اللونا هو اختراق سعر 0.03261. هذا سعر مهم نتمنى أن يخترقه يعني سعر عملة اللونا أعزائي الكرام، يعني حافظوا على هذه الأرقام جيدا. نعم، هنا لنوضح. طيب، السؤال المهم جدا والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، هل هذا هو الوقت المناسب للدخول في عملة اللونا؟ بصراحة السؤال مهم جدا، وأنا أرى من مناطق 0.313 إلى مناطق 0.494 كلها مناطق صالحة للدخول. الآن ممكن أن تدخل، لكن سيناريو اللونا غير معروف بساتا. الآن لكي أكون معكم واقعي، هذا أمر مهم جدا، اصغي لي وافتح أذنيك جيدا. اللونا الآن ليست مرتبطة بالتحليل الفني، الشرط ليس مفيد الآن في عملة اللونا. نحن نحلل، نعم حددنا بعض الأهداف، مناطق الدخول، لكن تبقى العملة الآن، أخبار عملة اللونا مرتفعة في العالم، أي تريند دخلت فيه في مواقع التواصل الاجتماعي تجد اللونا 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 اللونا. نعم نعم، الآن الأمر راجع إلى طاقم عملة اللونا، فكما نلاحظ لاحظناه هذا منذ انهيار عملة اللونا، فقط تويت من صفحة أو مؤسس عملة اللونا، إذا كان التويت إيجابي ترتفع عملة اللونا، إذا كان التويت سلبي تنزل عملة اللونا، بالرغم من أن الشرط يوضح مثلا أو يؤشر على الصعود. الآن اللونا غير مرتبطة بالشرط الفني، هذا خذوه من عندي، لا يغركم المحللين العرب ويقول لك أن العملة اللونا ستصل إلى $1، سامحهم الله، هذاك همهم فقط المشاهدات. لنكون واقعيين، عملة اللونا بعيدة عن $1 أو حتى عن السنت، 0.1 بعيدة عنه كليا. عملة اللون الآن 0.001 وصعب جدا، لا بد من الحرق، أنا أقول لكم لا بد من الحرق، الطاقم العملة يجب أن يحرق عملة اللون، سواء بقيت عملة اللون سواء غيروها إلى اللون كلاسيك، فأكيد من الأفضل أن يكون حرق لكي يتم صعود العملة تدريجيا. هذا هو الشيء المهم، أتمنى أنت يعني أن تركزوا فيه جيدا. طيب، أما الأشخاص الذين يريدون الدخول في عملة اللونا فمن أسعار 0.13 أو 0.313 إلى 0.394 كلها مناطق صالحة للدخول في عملة اللونا، وتحمل مسؤوليتك وفعل ستوب. أوكي، ما هي أهداف عملة اللونا؟ الهدف الأول هو 0.317، هذا
رقم مهم جدا. الهدف الثاني في العملة الذي نتمناه أن يكون إن شاء الله هو 0.321. والهدف الثالث هو اختراق 0.326. إذا اخترق هذا السعر فأكيد سوف نعمل حلقة أخرى على عملة اللونة، سوف نحدد هل سوف تستمر في الصعود أو لا، ونحدد بعض النقاط المهمة جدا. إذا كانت لديكم أي استفسارات كيفما كانت اتركها في تعليق أسفل الفيديو، أنا أحاول أن أقوم بالإجابة على جميع تعليقكم. أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أعزائي الكرام تقديرا لمجهوداتنا، ولكي تتوصلوا بتوصيات جديدة وفيديوهات مفيدة وشيقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.